يكون حل هذا للنادي الافريقي اليوم؟ النادي الافريقي عنده بالنسبه لي انا هذا الكل كلام زايد. توا وضعيه نادي الافريقي فيها حل من سنين، اذا ما فماش حل من سنين هذوما ربي يحسن العاقب. اللي هم الحل الاولاني انه يجي شخص كيما سليم الرياحي. كيما سليم الرياحي ويحط 20 مليار ويفسخ ازيرو، تولي ازيرو خاطر وقتها الديون باش نرتاحوا منهم. هذا هضر لي حتى في المريخ مش موجود. صحيت دونك علاش هذا حل؟ الديون باش تولي ازيرو والملاعبيه باش يتاهلوا، دونك حتى فنين الفريق باش يتحسن، باش تنقص التونسيون وتنجم تبني. اوكي الحل هذا يكارتي اللي هو صعيب، خاطر حتى سليم بيدو وعبر على رغبته في انه يرجع ما ينجمش يجي للاسباب اللي تعرفها انت، قضائيا عنده مشاكل دونك لازم. ولو انه برشا حتى سليم الريحي عنده بار في اللي صار النادي. لا عنده اليوم. مش فهمتنيش، مانيش نحكي على اللي صار. هو يقول لك توا انا مستعد نفسخ الاردواز، مستعد نردها زيرو. عنده فلوس سليم؟ عنده، خاطر برشا عباد لا عنده شب. فلوس لا عنده، ناكد لك، وتوا عنده اكثر من اللي كان عنده. منين؟ يخدم ربي يعاون. لا يخدم، انت في تواصل معاه؟ في تواصل معاه، معناتها اجا نقول لك انا راني ما نؤمنش بنظريه العدو الدائم والصديق الدائم في الكوره. انا سليم كي قعدت حكيت انا وياه ثم نقاط نحكي ونتواصلوا، نكلموا يكلمني نحكيه وفكرته فهمت، نحكيه وكي يقول لي سليم الرياحي عودته. سليم الرياحي يجي نحكيه وانا وياه يقول لي انا رجعت اموري في برشا حاجات، عملت مراجعه لنفسي، فقت برشا ناس كانوا كنت غلط معاهم، فقت برشا ناس كانوا غالطين وجودهم معايا، فقت اللي انا عملت الاخطاء هذه. باش تقولوا لي تقولوا برافو، قولوا برافو كيما انا عملت مراجعه مع عبد السلام. فهم امكانيه للعودته اذا تصلحت وضعيته القضائيه نصور ويرجع، خاطر هو ياكد فما امكانيه انه يدفع شكون؟ لا كوم جو لو كوني الفو جيري لوي ميم خي، خاصه انه ما ينجمش يكون هو موجود توا. اي لا ما ينجم، ها سا بو با باسي، فكره مجنونه معناتها ما تنجمش تعد. واضح. الحل الثاني قبل ما نختمه خاطر مهم جدا واللي لقيت عليه وابل من الشتم من احباء في رق اخرى، الدولة خاطر هنا نرجع كرجل القانون. اش دخلها الدولة؟ ها باش نقول لك، نرجع كرجل القانون في العالم في الفرق في الدوريات المحترفة، انتر ميلان اليوفي مانشستر اللي تحب انت تشيلسي، وهما ملك لذوات خاصة، ملك العباد. في تونس الجمعيات ما همش ملك عباد. سبيرونس كلوبس فاقس ليتوال سمي، ما يملكوهمش ناس. حمدي المد برئيس الترجي هذه مش ملكه، مش نتاعو. ليتوال كيف هما ملك الدولة، لأنه نحن قانون نتاع الجمعيات هذوما يرجعوا للدولة. دونك أنت يا دولة علاش قبيليك كي في الأخبار سمعت الكامور ضحكت. أنا قلت البارح الدولة كيما رجعت فانت الكامور يلزمها ترجع الفانة نتاع النادي الأفريقي، وساهل ياسر. 20 مليار بالنسبة للدولة سي غيان، سي غيان. فض المشكل باش تفضوا ماليا، باش تفضوا رياضيا، باش تفضوا مجتمعيا. عاجبك اللي صار اليوم ومازال باش يصير، دونك من جميع النواحي الدولة باش تلقى روحها رابحة وفي نفس الوقت فلوسها مضمونة. كيف تفضوا؟ تعطي فلوس للكلوب؟ بيان سور تسبق. كيف تسبق؟ حتى يعني قلت لك ما عندكش كان الفريق تلقى. في فلوس، حتى الفرق الأخرى كيف تقول لك حتى من حقي ناخذ. لا علاش تعطي للكلوب ما تعطيش؟ باش نجاوبك أنا، باش نجاوبك، لأنه النادي الأفريقي وصلت صاي الحافة الهاوية، الآخرين مازالوا أون بو جيري. وصلوا قبل جمعيات أخرين للهاوية أصلاً، ما دخلتش الدولة زاد. لا خاطر ما فماش كون اقترح الحل هذا. اقترحوا هما الدولة قالت ليه. انا نحكي لك قانونا راهو سورتو انه النادي الافريقي عندها الكونتر بارتي، بتاتر الجمعيات الاخرين ما عندهمش. احنا عندنا عقود استشهار تمكن الدولة من انها تسترجع فلوسها. تي بو بروندر اون كوسيون. احنا ساعات انت مثلا باش تاخذ قرض من البنك، انت باش تاخذ نجي انا معاك كوسيون في القانون، انا نضمنك. انا نضمنك. زاد هنا النادي الافريقي كانها اخذت قرض من الدولة والعقود نتاعها باش يضمنوها. واضح. فهمت؟ هذا حل قانوني بخلاف الحل هذايا النادي الافريقي باش يقطع عنه. يعطيك الصحة، شكرا لك.